حصتكم مع عمو يزيد أجيكم في الأسبوع المقبل بموضوع مهم. هذا الموضوع هو اليوم العالمي للتلوين. عمو يزيد والشاطر يعطينا الحل، حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها نور العقل. على بالي بالكامل تحبوا الألوان، إذن مرحبا بكم في حصة خاصة باليوم العالمي للتلوين. الدنيا ألوان والألوان هي النور في كل مكان، تبعث البهجة والسرور. الدنيا ألوان. استنونا في الأسبوع المقبل نهار 3 على 5 تاع العشية على قناتكم الشروق تي في. نحبكم يا أطفال، تعالوا هلموا إلينا انضموا مع عمو يزيد. عيد ميلادك أحلى عيد. تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حلي برامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا